لازم تفكر بهدوء وتأني، ولحد ما توصل للنتيجة ما تنساش حاجة مهمة قوي: العصاية بتتمسك منين؟ من النص. برافو عليك. مالك فيه؟ بابا أنا زهقت من حكاية مسك العصاية من النص ده. يا حبيبي النص ده فيه كل الأوبشنز، لو عندك طريقين ممكن تختار. بابا هو أنت فكرت في لحظة إيه اللي ممكن يخليني أغير رأيي؟ أو إيه الإحساس اللي أنا حسيته اللي يخليني عايز أمشي وراه؟ إحساس إيه يا ابني اللي عايز تمشي وراه؟ أنت هتعمل لي فيها تامر حسني ولا إيه؟ معلش يا بابا ممكن العصاية ثانية؟ اتفضل. العصاية بابا ما بتتمسكش من النص. يعني إيه؟ بتتكسر من النص. سنة سنة بص كده أهو. سنة كسرتها ليه يا أخي؟ كسرتها ليه؟ عشان العصاية لو اتمسكت من النص يبقى ملهاش لازمة.